بس انت فايت وقلت ان الراب في مصر هيواجه مشاكل كتير لاننا ما بنحبش بعض. اه يعني دي حقيقه. لان احنا في الاول وفي الاخر مثلا لما بيحصل لنا حاجه معينه ما بنعرفش نتحد. فاهمه؟ بتبقى المشاكل اللي بين الناس اكبر. حاجات شبه ازمه النقابه مثلا. يعني مثلا او حاجات عموما جوه المجال بقى، حاجات داخليه مش بس دي. انتاج مثلا بالظبط، عايزين منع حفلات. احنا لو قعدنا مع بعض اتحدنا هيبقى فيه، بس فيه انت بقى ساعتها ما ينفعش تعمل ده لو في عقليات مش عايزه تعمل ده. لو في ناس دماغها مش ان احنا، لا يا عم انا قابلك ليه، انا نفسك. طيب خلاص يا عم نافسنا. هو شايفك منافس. هو عمره ما هيقدر يشوف انه تعالى نقعد على ترابيزه واحده ونسستم الدنيا ونبقى خلاص. احنا في الاول وفي الاخر احنا في اوضه واحده. يعني احنا كمجال راب على فكره، احنا زي ما بننافس بره مصر وبتاع، طب ما احنا بننافس المهرجانات، طب ما احنا بننافس البوب المصري، ما احنا بننافس اصلا الجانرز الثانيه. طبعا من سنتين كنا احنا عاملين كويس قوي في المنافسه دي. دلوقتي طب ايه يا جماعه، في ايه؟ احنا مش يعني ايه اللي بيحصل يعني، فاهم قصدي؟ في زي دق، في زي المستوى نزل، الارقام ممكن نزل. الاسامي الكبيره اللي بتتكلم عنها يكونوا ما بيشتغلوش زي الاول بسبب اللي انت قلته، انه مستوى الكلام ما بقاش بيخرج من ال 14 جمله دول او ال 14 كلمه دول زي ما انت قلت. لا لا، لان الاسامي الكبار دول هم من الجيل المؤسسين. يعني فدول عمر ما هتلاقي عندهم كلام متكرر او كده. ممكن تلاقي كلامه مش بقوه كلامه القديم. بس دول مش الناس اللي يعني اللي بيعمل كده اكتر الجديد. لانه بيعمل اللي قدامه، فهو بيشوف اللي قدامه وبيقوم منفذ بيعمل زيه. فاهمه؟ الدور على الناس اللي بتعمل المزيكا، يعني الدور مش على الجمهور دلوقتي. الدور على ان انت تبهر بقى الجمهور تاني وتعمل الكليب الجامد تاني وتثبت بقى انه ليه الراب ده مميز. انت كنت بتهاجم الجمهور في فتره، كنت بتقول الراب انتصر على كل خصومه. أيوة. الا الجمهور، الا الفانز. ده كان افيه، كان قصدي يعني ايه، كنت بقول، كنت بضحك لان انا كنت طالع لايف. وانا يعني ما بحبش اطلع لايف ساعات لان جمهورنا احنا ايه، احنا المجال اللي بيشتم وبيتريق على ده ويلا انت مش عارف. فانا طبعا شتيمه والتنمر فانت كل ده بيرجع لك وانت في لايف مع جمهور. انت يعني جمهور الراب مثلا، لو انا كنت بغني اغاني حب واغاني جميله زي التسعينات اللي احنا بنتكلم عنه ده، الناس لما تشوفني هيقولوا اه استاذ مروان انت، هيعاملوني بالحب. هم دلوقتي بيشوفوك ده اصلا في جمهور بيلينك الرابر، يعني بيشوفني كده فبيفتكر اصلا التنمر والروشنه، فهو فاكر ان هو لازم يقابلنا يا برو ايه انت، فهو داخل عليك يا اصلا يعني هو عايز يروش عليك. فانا بفتح لايف بلاقي الناس بتروش عليا وانا فاتح لايف عادي. فانا بضحك بقول لهم انا مش هبص اصلا في الكومنتات لان انا قديم وعندي خبره، فانا مش هقعد افتح كومنت ايه انت بتقول ايه، لان هتقفل، هقفل اللايف على طول، هلاقي كومنتين كده هيقفلوني. فانا بهزر معاهم بقول لهم انه يعني الرابر على قد ما هو جامد وقدر بقى انه يشتم ده ويدس في ده، وانت انت جامد قوي، هتيجي قصاد فان هيعمل لك كومنت واحد على بيج هيجيب 150 لايك وهيبقى كومنت هيجلدك، يعني هيجيبك ارضا. فاهم قصدي؟ فالجمهور بتاعنا اشد حاجه في المجال بتاعنا، الجمهور بتاعنا صعب. وانتوا عندكم دي كبيره، يعني عند الرابرز ان حد يضحك الناس عليا او ان حد يعلم عليا، دي كبيره قوي. دي ده الموضوع اصلا.